انا رايح الدرس يا ماما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في قناه العبقري. النهارده هنجاوب على اهم سؤال بيتسال في الفتره الحاليه، وهو اروح درس في السنتر ولا اتابع اونلاين. ركز معايا في كلمتين هقولهم لك، عشان الكلام اللي هقوله لك ده مش هتسمعه في اي مكان تاني. هيجاوب عليك باختصار شديد، وبعد كده نتناقش في الموضوع كده اخ لاخوه كده، بنصحه كنصيحه عشان يركز ويفهم، والناس اللي بتحب تاخد المعلومه وتمشي او الناس اللي بتحب التفاصيل بتاعه المعلومه. فهديك الخلاصه وبعد كده نقعد نتناقش فيها عشان تقتنع اكتر بايه الصح. قبل ما نبدا في تحذير بسيط كده، وهو ان الاغلبيه الحاليه اللي بتيجي تتكلم بيتكلم من وجهه نظره او لمصلحته، مش بيتكلم كحقيقه انت تقدر تستفيد بيها، فنسبه قليله جدا اللي بيقول لك الحقيقه. فالحقيقه دي اللي انا هقولها لك النهارده لازم تركز فيها كويس عشان تعرف ايه الصح من الغلط. بدايه كده، القاعده الاساسيه اللي بتحكم الموضوع ده هو انت بس مش غيرك. يعني ايه انت بس مش غيرك؟ يعني انت ليك خصائص معينه، الخصائص دي بيصلح ليها حاجه واحده بس. يعني بالظبط كده، انت لو رحت اي صيدليه تسال على علاج حاجه معينه هتلاقي فيه 5 6 7 8 انواع، كل نوع من دول بينفع لشخص واحد بس، ما ينفعش انت تاخد نوع بتاع حاجه ثانيه. هو نفس العلاج، ولكن ده بيبقى لناس معينين وده لناس معينين. انت ما ينفعش تيجي تسالني وتقول لي يا مستر هو المفروض اخد درس في سنتر ولا اونلاين؟ انت وحظك، ممكن اكون انا مثلا بدي في سنتر بس ومش بدي اونلاين، فاقول لك لا السنتر بس، مفيش حاجه اسمها اونلاين، الدروس الاونلاين دي خراب وضحك على الناس واستعباط، والناس بتستغلكم والناس بتضحك عليكم. ليه؟ لان هو اصلا شغال دروس بس مش شغال اونلاين. بالعكس، هتيجي تسال واحد تاني يقول لك الاونلاين مفيش احسن منه، عشان 1 2 3 4 5 ده هتلاقيه هو عشان شغال اونلاين مش شغال في دروس في سنتر. طيب هل كل الناس كذابين؟ بقول لك لا، انا بديك الخلاصه عشان تعرف بس انت تعمل ايه. الخلاصه كلها بتعتمد عليك انت، انت محتاج ايه. طبعا المعيار الاولاني الكل محتاج يفهم. طيب مين فيهم بيفهم اكتر؟ لا ده ولا ده. امال مين اللي بيفهم اكتر؟ المدرس. المدرس لو اتواجد في الدرس وهو بيفهمك صح هيكون بتفهم منه كويس، لو بيديك اونلاين هتفهم منه كويس. بس الفكره ان الاونلاين محتاج مميزات اضافيه في المدرس، لو هو يقدر يقدمها لك هيبقى في السنتر زي في الاونلاين بالظبط، طالما هو عنده الامكانيات المتاحه للاونلاين. تمام كده؟ طيب يجي السؤال بقى هنا، طب انا اعرف نفسي منين انا ينفع في درس ولا في سنتر؟ تعالى كده بقى نتكلم عن الموضوع كده بالتفاصيل بتاعته. بدايه كده الدروس قسمناها دروس في درس او سنتر وفي دروس ثانيه اونلاين. الدرس اللي في الدرس ده او السنتر بينقسم نوعين، والاونلاين برضه بينقسم نوعين. لو جينا للدروس اللي في السنتر حاليا، النوعين دول بسبب موضوع الكورونا الحاليه ان في مجموعات كبيره بتبقى في السناتر، في بعض الاماكن شغال عادي، وفي بعض الاماكن بيبقى عشان الكورونا واخدين الاحتياطات بتاعتهم شويه فبياخدوا مجموعات صغيره من 10 ل 20 طالب. نوع بقى ثاني اللي هو الدرس البرايفت او الخاص اللي انت بتاخد فيه لوحدك مع المدرس بس، يعني تبقى انت كده قاعد معايا انا وبس، مفيش حد تاني معانا، انا بشرح لك ويبقى انت الوحيد اللي بتستقبل المعلومه وبتتفاعل في الحصه لوحدك. يعني بمعنى اصح الساعه اللي انت بتاخدها خاصه بيك انت، مش معاك 20 ولا 50 ولا 100 واحد. تمام كده؟ ده نوعين كده في الدرس، هنتكلم عن ده وعن ده. ونيجي على الاونلاين، في حاجتين وفيهم مشكله كبيره جدا اللي الناس مش مستوعباها، ان الناس لما بتيجي تسال يا مستر او يا اي حد بتساله انت، وغالبا الناس كلها بتسال على فيس لاي حد مش متخصص في اي حاجه ويجي يساله اخد اونلاين ولا درس. الاونلاين ده في انواع كتير، في حاجه اسمها يوتيوب اللي انت عمال تتفرج عليه دلوقتي، ده فيديو الناس بتقول عليه اونلاين، ماشي تمام زي الفل، هو الفيديو ده دي من ضمن الحاجات اللي انت بتاخدها في الاونلاين. بس الاونلاين مش فيديوهات بس، في اونلاين فيديوهات اللي هي على اليوتيوب، وفي اونلاين بيكون لايف في برامج مثلا زي زوم، اشهر حاجه فيهم زوم، بيبقى فيه حصه بس مباشر بتتواصل انت فيها مع المدرس زي ما انت بتتواصل فيها مع الدرس، بس في الدرس بدل ما هو قاعد قدامك بالظبط لا انت قاعد في الحصه بتتكلم المستر والمستر بيكلمك، انت بتشوف المستر والمستر بيشوفك، وبتعمل كل حاجه زيك زي في الدرس بالظبط. بس ده كده الموضوعين بس اللي انا كنت عايز انبه عليهم عشان في ناس مش واخده بالهم منها. طيب في الاخر بقى ايه مميزات كل واحد وعيوبه واحنا نروح على فين؟ ببساطه كده عشان نفرق ما بين الاونلاين وما بين الدرس ده موضوع، ونفرق ما بين المجموعات وما بين الخاص ده موضوع. نبدا بالحاجه الصغيره خالص، هل اروح في مجموعه ولا اخد خاص لوحدي؟ اولا الحاجه دي بتحكمها حاجتين، الحاجه الاولانيه في ناس ما بتعرفش تركز اطلاقا في المجموعات، وفي ناس بتتحرج جدا في المجموعات ان هو يسال او يجاوب، في ناس ما بتحبش التجمعات عموما، فهو ده الافضل ليه اولا وحيدا ان هو ياخد برايفت، سواء بقى في الدرس في السنتر او مع المدرس في بيت الطالب او في بيت المدرس، او انك تاخد برايفت برده اونلاين على زوم يبقى انت والمستر برده بس، ده الافضل ليك لو انت ظروفك كده. بس في هنا عامل تاني بيحكمك وهو التكلفه الماديه، لان التكلفه الماديه اكيد بتكون غاليه، يعني انت مش زي ما بتروح تكشف في مستشفى عاديه زي ما تروح تكشف عند دكتور عياده خاصه، فاكيد الموضوع بيفرق. تمام كده؟ لو انت عندك القدره الماديه وانت اصلا من الشخص اللي فيك احتياجات انك تاخد خاص يبقى لازم تاخد خاص. تمام كده؟ طيب والله انا في احتياجات ان انا اخد خاص بس معيش المقدره الماديه ان انا اخد خاص، يبقى خلاص بتاخد الحاجه القريبه لكده. طب ايه الحاجه القريبه لكده؟ هل هو الدرس ولا الاونلاين؟ لا الاونلاين هو اللي قريب لكده. ليه؟
ان لما تروح في الدرس لو المجموعه كبيره مش هتعرف تتفاعل مع المدرس، ولا هيبقى بينك ومين المدرس اي حاجه، انت هتبقى قاعد وخلاص، المدرس مع نفسه بيشرح والخمسه سته اللي بيفهموا منه هم اللي قاعدين بيتكلموا معاه، وانت ولا انت هنا ولا ايه، ولكنك موجود اصلا في الدرس. اما لو المجموعه صغيره 10 15 طالب فتقدر تقعد معاهم عادي، مفيش فيها مشكله. يبقى المعيار الاولاني انت والخصائص بتاعتك او الاحتياجات بتاعتك. طب انت مفيش عندك احتياج انك محتاج حاجه برايفت، في بعض المواد بتبقى محتاجه برايفت بدرجه كبيره لاسباب كتير، او بمعنى اصح هي من مميزات البرايفت اللي مش موجوده في اي حاجه تانية، وهي ان انت بتكون على تواصل مباشر مع المستر بتاعك، والمستر عارف كل مميزاتك وعيوبك، وبالتالي بيقدر يديك تشخيصك صح، زي بالظبط لما بتروح تكشف عند دكتور، وما بين ما تقعد تقرا على الفيس كده على اعراض حاجه او علاج حاجه معينه، ممكن يصادف انك تاخد علاج وينفع معاك، وممكن يصادف تاخد علاج ما ينفعش معاك. على عكس البرايفت تبقى انت قاعد انت والمستر، المستر بيبقى عارف انت بتفهم ايه وما بتفهمش ايه، وبتعرف ايه وما بتعرفش ايه، انت بتفهمه تمام زي الفل، واللي انت مش بتفهمه هتلاقيه بيوضحه لك من نفسه من غير ما انت تشتكي ولا اي حاجه، لانه عارف انت بتعمل ايه ومستواك ايه وايه الحاجات اللي انت بتقع فيها. ده من اكبر المميزات. في بعض المواد بتحتاج كده زي الفيزياء وزي الرياضه، بقيه المواد قليل شويه، ممكن نزود عليهم الكيمياء، ممكن نزود عليهم الماده اللي انت ضعيف فيها. يعني الماده اللي انت ضعيف فيها؟ انا في ماده ما ذاكرتهاش خالص، او هي بالنسبه لي صعبه او استيعابها صعب، ممكن اخد فيها درس برايفت عادي جدا، تمام كده؟ لدرجه ان انت ممكن تاخد في اسهل ماده زي الفرنساوي مثلا، ممكن تاخد فيها درس برايفت مفيش فيها مشكله، مش فيها حاجه تضحك، اصل في حد بيقول لا الفيزياء بس اللي بتاخد برايفت او الرياضه، لا الموضوع كله حاله شخصيه. انت شخصيتك محتاجه ايه؟ انا عندي مشكله في الماده الفلانيه، افضل ليا ان انا اخدها برايفت. مفيش عندي مشاكل في اي ماده، وانا اصلا ما عنديش مشكله ان انا اخد في مجموعه، خلاص البرايفت ما فكرش فيه خالص، حتى لو معايا تكلفته. الا لو انت خلاص التكلفه دي مش هتفرق معاك خالص، يبقى طبعا افضل حاجه ليك وانت معاك القدره الماديه انك تاخد برايفت مع نفسك. خلصنا بقى البرايفت سواء بقى درس او اونلاين. طب لو انت عايز تختار درس ولا اونلاين، او تاخد مع المدرس قدامك كده ولا تاخد اونلاين، الموضوع ده مش بيفرق في حاجه خالص، لان اللي هتاخده في الدرس بتاخده في الاونلاين، بس مع اعتبار حاجتين، المدرس اصلا تكون بتفهم منه فهو ده اللي بيحكمك هتروح له هنا ولا هتروح له هنا. يعني ممكن يكون في بلدك مفيش المدرس ان انت تاخد معاه برايفت، فبتاخد برايفت مع حد اونلاين. المعيار التاني ان يكون الحد الاونلاين ده يكون بيفهم اصلا في الاونلاين وبيعرف يتعامل معاك اونلاين، مش يحكمك بحاجات معينه ويقول لك انا ما بعرفش اعمل الا كده، لا هو تلاقيه بيتفاعل معاك بطريقه كويسه، فده تقدر تتابع معاه اونلاين عادي جدا، او ده هيكون افضل اختيار ليك. نيجي بقى للمجموعات. بدايه كده احنا لو بنتكلم على طالب في ثالثه ثانوي، في طالب ثالثه ثانوي بنعمل اكس كده على الاعتماد الكلي على اليوتيوب لو انت طالب مش متميز. يعني ايه؟ يعني لو انت طالب في السنين اللي فاتت متميز، يعني الفيزياء فاهم اساسياتها كويس جدا، والرياضه كويس جدا، والكيمياء كويس جدا، كل المواد ماشي فيها كويس جدا، مش ناقصه غير انك تعرف هتاخد ايه في ثالثه ثانوي. اليوتيوب بيعرفك انت بتاخد ايه في ثالثه ثانوي، وبتفهم من المدرس ده وبتسمع المدرس ده الحل، وكل الامور دي تمام، وبس كده انت خلاص ما عدتش محتاج حاجه، لان انت مش ضعيف في اي حاجه، ومش محتاج حد يتابعك، مش محتاج حد يضغط عليك ويقول لك ذاكر، مش محتاج حد يقول لك اعمل لي الواجب ووريه لي، ومش محتاج حد يقول لك هات الامتحان. انت تتفرج على اليوتيوب ولا تروح لدرس ولا تروح اونلاين ولا تروح برايفت ولا تروح اي حاجه خالص، اليوتيوب هيكون كافي ليك قولا واحدا، تمام كده؟ طيب امتى بقى اليوتيوب ما يكونش كافي ليا؟ لو انا عندي اي نقص في اي حاجه من دول. ان انت عمليه النجاح كلها مجموعه من العوامل، انت لو في عامل فيه تقصير لازم تقويه بحاجه تانيه. لو في تقصير من عندك ان انت اصلا الرياضه عندك فيها مشكله، الفيزياء فيها مشكله، اي ماده فيها مشكله، يبقى لازم في حد بيشدك فيها. خلاص انت عرفت انك مفيش حاجه ناقصاك في اي ماده خالص، وانت اصلا ما بتشتكيش من اي مشكله في الدراسه نهائيا، خلاص ينفع تعتمد على الاونلاين وتمام زي الفل. وفي ناس بتعتمد على اليوتيوب وبس وبتنجح، بتجيب تقديرات كويسه، وساعات بتقفل بعض المواد، بس ده مش حاجه مستبعده، بس زي ما قلت لك كده بشرط ان ما يكونش عندك مشاكل. اما لو عندك مشكله ما ينفعش تبقى انت قاعد تعبان وقاعد في البيت ومستني ان انت تروح، انت لازم تروح تكشف اكيد. هتروح تكشف عند مين؟ في مجموعه درس ولا اونلاين؟ ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. بالنسبه للدرس في مميزات، وبالنسبه للاونلاين في مميزات. انا من وجهه نظري كمدرس بشتغل في الدرس وفي الاونلاين، او في السنتر وفي الاونلاين، شايف ان الاثنين متقاربين جدا لسبب واحد اللي انا قلته لك في بدايه الفيديو خالص، العبره بحاجتين، مستواك انت وطريقه استيعابك والمدرس اللي هو بيديك. لو المدرس بيقدر يديك في الدرس وفي الاونلاين زي بعض، انت بتقدر تفهم في الدرس او في الاونلاين زي بعض، فالاثنين هيكونوا بالنسبه لك زي بعض، مش بيفرقوا حاجه الا بعض المميزات اللي هنا او اللي هنا. طب ايه مميزات الحاجه اللي في الدرس؟ مميزات الحاجه اللي في الدرس ان هو الدرس انت بتبقى عارف مواعيدك مثلا ثابته بالنسبه لك، رقم اتنين بتروح المكان بتاع السنتر، فبتبقى في الوقت ده ملتزم بالسنتر بس، مش بتعمل اي حاجه تانية غير السنتر ده. في بعض المدرسين بقى، وده الحاجه اللي بخليك بقول لك ان فيها دروس زيها زي الاونلاين، بعض المدرسين في الدروس ما بيهتموش بالطلبه، وفي بعض المدرسين بيهتموا، بعض المدرسين بيدوا واجبات وبيصححوها وبيتابعوا معاك، وفي بعض المدرسين لا، بعض المدرسين بيدوك امتحانات وبيصححوها، وفي بعضهم لا، بعضهم بيصححها بس كده وخلاص خد درجتك ومع السلامه، وفي لا بيقعد معاك ويشرح لك انت بتاخد ده صح ليه وغلط ليه، وفي برضه لا.
في اه وفي لا، دي زي ما هي في الدرس موجوده في الاونلاين بالظبط، تمام كده. فما ينفعش ناخد نحكم ان في حاجه موجوده في الدرس مش موجوده في الاونلاين عن طريق تجربه شخص مثلا لقاها مش موجوده مثلا، فاحنا لازم ناخد الموضوع بالعموم. طيب كده قلنا مميزات الدرس في السنتر، طب ايه هي بقى عيوبه؟ عيوبه رقم واحد الوقت، انت بتاخد وقت على ما تروح السنتر ووقت على ما ترجع من السنتر، وفي الفتره الحاليه اللي احنا فيها والحر ده اللي احنا مش طايقين نقعد فيه، انت اصلا على ما تخرج وترجع هتروح مش قادر تعمل حاجه، فبتضيع وقتك في البيت. طبعا مش بكرهك في الدرس، انا قلت لك انا مش من مصلحتي لا ده ولا ده، انا بدي ده وبدي ده، سواء لا ده ولا ده ولا انت اصلا تعرفني، فمش هتفرق معايا غير ان انا بنصحك لحاجه في الناس كلها بتفتي فيها من غير علم، تمام كده. العيوب التانية للدرس السنتر ان هو محكوم بوقت مثلا ساعه او ساعتين او ثلاثه في الاسبوع، اكتر من كده بيكون صعب، ولو كلمت المستر يقول لك في الحصه مثلا او غيره، انما في الاونلاين بيبقى الوقت فيه براح اكتر، ممكن تاخد ساعات كتيره جدا، وبيبقى فيه متابعه معاك مثلا، اغلب الناس اللي هي بتكون شغاله كويس هتلاقي في معاها ناس هتتابع معاك او اسيستنت او مساعد ليه بيتابع معاك، مش بيسيب معاك حاجه تبقى واقفه ومش بيعطل لك وقتك، يبقى انت بتوفر شويه وقت موضوع المواصلات رايح جاي. اضافه الحاجه التانيه ان انت اصلا بيبقى في وقت اضافي، يعني بدل الوقت اللي انت بتوفره ده انت كمان بتزود وقت ممكن تستفيد بيه كدراسه او مذاكره. الميزه اللي بعد كده في الاونلاين ان الاونلاين في اي وقت معاك لو في محتويات فيديوهات، والاونلاين احنا قلنا في جزء فيديوهات وفي جزء بيكون حصص مباشره، وكمان الميزه الاكتر في الاونلاين ان الحصه المباشره دي بتتسجل، يعني انت لما بتحضر الحصه المباشره اللي انت بتتناقش فيها مع المدرس، يعني مثلا كان في عندك مشكله وسالت المدرس وحلها لك والدنيا تمام، بعد اسبوعين ثلاثه بتنسى الحاجه او الحل بتاع الحاجه دي، فبتبقى عايز تعرفه، هتعرفه منين؟ تروح تسال المدرس تاني، فصعب اصلا انك تقعد تسال المدرس في نفس الحاجه كل شويه، او اساسا انت هتبقى محروج انك تروح تسال نفس السؤال كل مره، على عكس ما يكون في الاونلاين الحاجه دي محفوظه معاك. يبقى مستر انت توهتنا وما قلناش عارفين احنا هنروح فين، احنا عايزينك تقول لنا روحوا لكذا واحنا هنروح وراك عشان احنا بنصدقك. اقول لك لا، ما ينفعش كده، انت لو بتصدقني وبتسمع لي نصايح قبل كده، انا عمري ما قلت لحد روح اعمل كذا هو ده الصح ليك، ان انا اصلا في بدايه الفيديو قلت لك ايه؟ قلت لك الموضوع بيفرق من طالب لطالب ومن مدرس لمدرس، الموضوع كله طالب ومدرس، مش طريقه ابدا، في حاجات تنفع معاك دروس كويسه جدا، وفي حاجات تنفع اونلاين، في حاجات يستحيل تنفع اونلاين، وفي حاجات يستحيل تنفع دروس، عشان شخصك وشخص مدرسك. يستحيل وما يستحيلش دي مش معناها ان في ماده تنفع وفي ماده ما تنفعش، عشان في ناس حاطه في دماغها الرياضه ما تنفعش اونلاين والفيزياء ما تنفعش اونلاين، في ناس كتير دايما بتقول لي كده في السنين اللي فاتت، بس هم اكتشفوا او لقوا في الاخر لا فعلا الاونلاين ينفع في كل حاجه زي ما بينفع في الدرس، العبره كلها بالطالب وبالمدرس. طب يا مستر تاني سؤال احنا دايما بنساله كطلبه ويقوم قايل لك ايه؟ طب يا مستر بما انك بتقول لنا ان الاونلاين ينفع، طب قول لنا بقى عن المدرسين اللي الاونلاين كويسين ونشترك فيهم واحنا مغمضين، وده اكتر سؤال حرفيا بيجي لي من الطلبه اللي بتشترك معانا. يا مستر انا عايز مدرس في الاحياء زيك بالظبط، عايز مدرس في الكيمياء زيك بالظبط، نفس النظام اللي انت بتعمله يكون بيعمله بالظبط، مفيش حاجه اسمها زيك بالظبط دي، ومفيش حاجه ينفع ان انا اجي اقول لك المستر الفلاني ده احسن مدرس هتروح له في الماده الفلانيه. ليه بقى؟ لان نفس الاجابه اللي انا جاوبتها لك من شويه بتفرق من طالب ومدرس. يعني اوضحها لك بطريقه اكتر، انا اهو المستر بتاعك اسلام رجب وانت اسمك احمد وليكن، في واحد تاني اسمه محمد، احمد ده بيفهم مني كل حاجه بالحرف مفيش فيها مشكله، محمد ما بيفهمش مني ولا حاجه بالحرف، تمام كده. انا نفس الشخص او نفس المدرس، في واحد فاهم مني في واحد تاني ما فهمش مني، واحد هيقول لك احسن مدرس في البشريه وفي واحد تاني هيقول لك ما هوش مدرس اصلا. انت ما ينفعش تروح تيجي تسال حد وتقول له انا عايز احسن مدرس مين، ده اكتر سؤال الدفعه اللي داخله ثالثه ثانوي جديده عماله تساله، وما ينفعش تسال حد وتقعد تقارن نفسك بالناس، لان انت بتبقى حاله خاصه غير غيرك كلهم. لازم انت تسمع بنفسك في مستر فلان الفلاني وفي مستر فلان الفلاني، روح اسمع ده وروح اسمع ده، تفهم من ده وهتفهم من ده، بعد ما تفهم شوف انت بتعرف تحل هنا وبتعرف تحل في الماده دي ولا لا. في مدرس هتلاقيه بيحسسك ان الحصه سهله وجميله وزي الفل، بس لما تيجي تحل مش بتعرف تحل حاجه. في مدرس هتلاقيه الشرح بتحس ان هو صعب شويه بس بتفهمه، بس انت مش عايز تحس بالصعوبه دي، بس لما تيجي تحل هتلاقي الدنيا بقت معاك سهله، ان الاساس في الامتحان انت لما بتدخل تمتحن بتتسال اسئله، فالمطلوب منك انك تعرف تجاوب على اي سؤال. العبره ان المدرس اللي يخليك تعرف تفكر في اي سؤال هو ده اللي تاخد عنده في اي ماده، سواء بقى كانت كيمياء فيزياء احياء رياضه عربي انجليزي اي ماده، لازم يكون عندك انك تفهم من المدرس، وبعد ما تفهم من المدرس تلاقي نفسك عارف تجاوب على الماده كويس، مش مجرد انك حسيت انك فاهم، ان موضوع التدريس زيه زي اي حاجه كده في التجاره مثلا، انا ممكن اقعد اضحك عليك بكلمتين اخليك تبقى فاهم واحسسك انك فاهم، وفي الحكايه اصلا لا انا فاهم ولا انت فاهم، بس انا حسستك ان الحصه مفيده وجميله وظريفه ولطيفه وهزرنا وضحكنا ولعبنا، وفي الاخر بتبقى انت حاسس الحصه حلوه، لا والله المستر دمه خفيف ومش عارف ايه والحصه خفيفه مش تقيله ولا اي حاجه، وبعد كده تروح تيجي تعمل الواجب
واجب تلاقي نفسك مش عارف تعمل واجب، بس عادي مش مهم، المهم الحصة ايه حلوة. قلت عليكم بس المعلومة دي كانت مهمة جدا ومحتاج الناس تعرفها كلها، فياريت اي واحد فيكم استفاد من الفيديو ده ووصل معايا لغاية الفترة دي او الوقت ده وسمع الفيديو كامل، لازم تشارك الفيديو مع زمايلك، لان انت زي ما انت استفدت وحبيت تسمع الفيديو كامل اكيد غيرك محتاج المعلومة دي والنصيحة دي، متبخلش عليه بيها. النظام المميز لدراسة الفيزياء اونلاين مع العبقري بيبدأ برقم واحد بالاساسيات، والاساسيات دي بتشمل اساسيات رياضية عشان بعد كده ما يوقفش معاك اي مسألة في الفيزياء بسبب الرياضة. رقم اتنين اساسيات فيزيائية بتعتمد فيها على فهم المبادئ الاساسية للفيزياء وبعض المعلومات المهمة فيها زي وحدات القياس والعلاقات البيانية. رقم تلاتة بيكون اساسيات للمذاكرة نفسها كطريقة مذاكرة وازاي تثبت المعلومات اللي انت ذاكرتها وفهمتها، وتالت حاجة ازاي تراجعها عشان ما عدتش تنساها خالص. الحاجة الرابعة في النظام المميز معانا في الاساسيات وهي ان احنا بيبقى فيه لايف كل فترة كده بنتكلم فيه عن المشاكل اللي بتقابلك في الدراسة او المذاكرة عموما، بمعنى اخر او باختصار مش بسيبك مع نفسك وخلاص، لا انت زي ما يكون اخوك قاعد معاك هو بيعرفك كل حاجة تمشي فيها ازاي من غير ما تغلط ولا غلط. الشرح بيكون عبارة عن فيديوهات عالية الجودة بتفضل معاك طول السنة، والفيديوهات دي بتشمل الشرح في البداية كطبعا انك تفهم المادة العلمية كويس جدا، عشان النظام الجديد زي ما احنا عارفين بيعتمد على فهم المادة كويس جدا. رقم اتنين حل الاسئلة، وحل الاسئلة بيكون موزع على المواضيع وبدرجات متفاوتة من درجة الصعوبة بحيث تبدأ المستوى السهل وبعدين الأصعب فالأصعب. بعد كده بيكون في عندك واجب تدرب فيه على الدرس أو تختبر نفسك لفهمك للدرس. رابع حاجة بيكون المذاكرة طبعا اللي احنا بنشتغل منها سواء في الشرح أو في الحل، مذاكرة العبقري ودي بتاخدها مجانا مع النظام. بعد ما نعمل كل ده ونخلص الدرس بيكون في حصة لايف بس مباشر على برنامج زوم، والحصة دي بناخد فيها ملخص للدرس وبتعرض فيها الأسئلة اللي بتقف معاك سواء في فيديوهات الشرح أو الحل، وأنا بسألك كمان عشان أتأكد إنك فاهم معايا ولا لأ. وبعد ما نخلص الفصل كله على بعضه كده بتمتحن عليه امتحان شامل كل فترة بحيث إن أنت ما تنساهوش تاني لغاية آخر السنة. وفي النهاية بيكون بعد كل فصل في فيديو مجمع لأهم الأسئلة اللي موجودة على منصات الوزارة أيا كانت. ومن ضمن مميزات النظام المميز معانا إن بيكون فيه نظام متابعة وتقييم شامل للطالب بيشمل الحضور والواجبات والامتحانات ومستوى الطالب، وبيبقى فيه الولي الأمر يقدر يحصل على نسخة اللي هو حابب عشان يتابع الطالب. دي كده خلاصة النظام المميز بتاعنا. لو أنت حابب تشترك في النظام المميز في رابط في الوصف، الفورم دي هتملى فيها البيانات بتاعتك وفي حد هيتواصل معاك ويفهمك تعمل إيه بالظبط. نيجي بقى للأسعار وبنبدأ بالنظام المميز. بيكون الاشتراك بتاعه اشتراك شهري وبتاخد كل المميزات اللي انت بتاخدها دي بمقابل 140 جنيه بس، وده سعر قليل جدا مقارنة بأي درس انت بتاخده بره ومقارنة بأن الخدمات اللي انت بتاخدها دي كبيرة جدا على السعر ده. النظام المميز بتاعنا بنبدأ في أول مجموعة بتبدأ معانا من شهر 7، في مجموعات بتبدأ في 8 وفي مجموعات بتبدأ في 9. المتوسط انك تبدأ في 7 بحيث بتبقى ماشي برتم معتدل طول السنة، مش هنمشي بسرعة أو نمشي بالراحة قوي في شهر 7 لأن احنا هناخد الأساسيات تقريبا في شهر، فدي بتبقى المجموعة اللي ماشية براحتها طول السنة. تمام كده. نيجي لمجموعة شهر 8، لو انت مش هتقدر تكون متوفر او متاح في شهر 7 مثلا لاي ظروف ما وانت عايز تبدا في 8، فده برضو عادي بتبدا في شهر 8 وبرضو بتخلص بس بنبقى ماشيين اسرع حاجة بسيطة. مجموعة شهر 9 ده بتكون متأخرة شوية وبتبقى ماشية برتم أسرع شوية، الأساسيات مثلا بدل ما بناخدها في شهر براحتنا لا هنخلصها في 3-4 أيام بحيث إن احنا نمشي بسرعة شوية ونلحق المجموعات اللي سبقتنا، وده مش بيفضل قوي إنك تأخر نفسك للفترة دي.